امتحانات شهادة التعليم المتوسط لسنة 2021-2022. إن شاء الله هنلقينا بكل الظروف يعني باش التلميذ يفوت في ظروف يعني ملائمة وفي ظروف كما يقولوا مريحة. فوالا مريحة تنظيميا كل شيء منظم. إن شاء الله نتمنوا التوفيق لأولادنا وإن شاء الله النتائج تكون أحسن من النتائج تاع العام المصرم. والله وشكرا للجميع المؤطرين راهم هنا كل ظروف راهي مهيئة. اليوم انطلق امتحان شهادة تعليم متوسط يوم 6 وستتواصل هذه الامتحانات يوم 7 و8 دور جوان 2022 على مستوى 69 مركز. على كل إن انطلقت العملية اليوم تحت إشراف سيد ولي الولاية وسيد رئيس المجلس الشعبي الولائي والسلطات المدنية والأمنية، طبعا الحال بحضور رئيس لجنة الملاحظين، وتم فتح ظرف الامتحان في قاعة، وكانت الظروف جد مهيئة خاصة من حيث استعمال البروتوكول الصحي الوقائي والتنظيم الجيد الموجود في هذه المؤسسة. على كل بالنسبة للتحضيرات اللي تمت لتحضير هذا الامتحان، عندنا 69 مركز وفيه عدد المترشحين هو 13567 منهم 6876 تلميذة. فيه المتمدرسين 13000، هذا المجموع 13083 متمدرسون منهم 6676 إناث. فيه الأحرار 484 فيه منهم 200 إناث. عدد المراكز هو 69 طبيعة الحال. المواطنين 4344. تم توفير النقل بالتنسيق مع مدينة النقل 181 مركبة إيكومبري الحافلات لنقل الحراس. فيه الإطعام في 45 مركز، 432 تلميذ على مستوى 8 مؤسسات لنقلهم من المؤسسات الأصلية إلى مراكز الإجراء. فيه 92 حارس معني بالنقل على مستوى 7 دوائر المراكز الامتحانات. اليوم الامتحان فيه اللغة العربية، فيه مادة الفيزياء، فيه التربية الإسلامية والتربية المدنية. إن شاء الله التلاميذ سيجتازون الامتحان في ظروف جد حسنة، فيه مرافقة من طرف واحد كشف متابعة على مستوى هذه المؤسسة، فيها أخصائي نفساني، فيها طبيب، فيها مستشار توجيه الإرشاد المدرسي والمهني. التلاميذ يعني الامتحان إن شاء الله
او كل الامتحانات ستكون من البرنامج اللي تلقاه هذه يعني في هذه الفصول. نتمنى لهم النجاح ويعني اقول بالنسبه للاولياء اطمئنهم ان الامتحان ان شاء الله سيمر في ظروف جد حسنه، فقط مرافقتهم في الجانب النفسي، ونتمنى ان شاء الله ان تكون ولايه السيد العباس في الرياده باذن الله من حيث النتائج. وشكرا.